تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك بمناسبة العيد الوطني المجيد. وأشاد فخامة الرئيس الروسي في البرقية بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط روسيا الاتحادية ومملكة البحرين، متطلعا إلى دعم وتطوير مجالات التعاون المختلفة السياسية منها والاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين البلدين الصديقين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الخليج والشرق الأوسط، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولشعب مملكة البحرين مزيد من التقدم والازدهار.